ما ترفعش عليه، متوقف. يعني متوقف هي العبارة التي ظلت راسخة في وجدان الجزائريين، وخاطب بها سيد علي كويرات علي لابوينت، أحد أكبر الثوريين في الجزائر، لحظة إعدامه في فيلم الأفيون والعصا للمخرج أحمد رشدي. كويرات من مواليد 7 سبتمبر 1933 بالعاصمة، بدأ مشواره الفني في سن 17 بانضمامه إلى فرقة مصطفى كاتب، وبعدها بثلاثة سنوات التحق بالمسرح الوطني الجزائري إلى جانب فنانين كبار أمثال مصطفى كاتب ومحيد بشطرزي. بدأ منذ 1963 مسيرة فنية سينمائية حافلة مع فيلم أبناء القصبة مع المخرج مصطفى بديع، ليكون عام 1972 متميزاً له عندما اختير من قبل محمد الأخضر حمينة ليلعب دور البطولة في فيلمه ديسمبر، ثم وقائع سنوات الجمر بعدها بسنتين، كما قام ببطولة هروب حسن طيرو سنة 1974 وعودة الابن الضال للمخرج المصري يوسف شاهين والشبكة ريحوين للمخرج جوتي بندوش. مسار فني طويل دام 60 سنة أثرى من خلالها سيد علي كويرات الساحة الفنية الجزائرية، تاركاً وراءه فراغاً كبيراً، إلا أن اسمه يبقى محفوراً في ذاكرة كل الجزائريين لأنه قدم الكثير للثقافة الجزائرية، مخلداً أعمالاً تبقى مرجعاً للأجيال الصاعدة.